السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من فيديوهات الطبخ. اليوم رح نساوي أكلة ولا بالأحلام، كل العالم بتحبها، ما في حدا ما بيحبها، الكبير والصغير والمقمط والصغير، كل العالم بيحبوها لهي الأكلة. ومثل ما عودكم دائما رح نساوي هالأكلة بطريقة خفيفة ونظيفة وسريعة، ما بدها مجهود أبدا. أكلة اليوم لحمة بصحن. بس فهموني، مين ما بحب اللحمة بصحن؟ يا ريت قبل ما نبلش بالفيديو توقفوا الفيديو وتنزلوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تشتركوا بالقناة، اهم شيء انكم تشتركوا بالقناة. وهلا خلونا نروح على المكونات، يلا على السريع. وطبعا هاي هي المكونات مثل ما كنتم شايفين قدامكم بكل بساطة. عندي هون كيلو لحمة، رح اساوي كيلو لحمة مفرومة ناعمة، تمام، لحم بقر حطيت. وهون عندي بصلتين وسط تقريبا بحجم الوسط، هدول لازم يكونوا نفرمهم ناعمين، تمام. وهون عندي البهارات التالية، نبلش من هون. عندنا معلقة صغيرة سبع بهارات، معلقة صغيرة بهارات شوي طبعا لانه رح نشويها بالفرن، وعندنا هون معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، معلقة صغيرة فليفلة حمراء، هون عندنا نص معلقة توم بودرة، هون عندنا نص معلقة او ثلث ارباع معلقة صغيرة فلفل اسود، وهون عندنا تقريبا معلقة ملح، معلقة ملح صغيرة، وهون عندنا توم مهروس تقريبا معلقة او معلقة ونص حسب رغبتكم اللي بدكم اياه. وطبعا عندنا هون شرائح بندورة، هدول رح نستخدمهم لتزيين الوش قبل ما نحطها بالفرن. وهلا بعد ما خرمنا البصلات فورا بنبلش بإضافة المعدات إلى هنا. بنضيف البصل أول شيء كالعادة. طبعا فيكم تقللوا البصل، فيكم كتروا بصل حسب الرغبة، يعني ما في معيار معين، تمام. والبهارات كمان فيكم تقيموا البهارات اللي بدكم اياها، تحطوا اللي بدكم اياه، يعني حسب شو بدكم انتوا على كيفكم. نحط البهارات هيك بهالشكل. وهلا طبعا لازم نعجن. رح نضل نعجن لحتى نتاكد انه كل المكونات اختلطوا ببعض، اهم شيء انه يختلطوا البهارات والبصل وهي الامور كلها تختلط ببعضها. رح نخلط تقريبا لمده 10 دقائق لبين ما نتاكد انه كل المكونات اختلطوا ببعض. وهلا بعد ما خلصنا العجينه بنقيم هذا الجل على جنب، وبنجيب الصينيه رح نحط فيها شو اسمه اللحمه بالصحن، هاي هي رح نحط فيها، وبنحط اللحمه بالصينيه بكل بساطه. صحيح نسيت لكم، باركولي قدرت احصل كفوف واخيرا رفيقي، والله الله يرضى على اسمه قدر يجيب لي كفوف، ما بعرف من وين، هو حربوق ام جاب لي، والله قدر يجيب، فشكرا جزيلا. وهلا صار فينا نشتغل الكفوف. ها هلا طبعا بعد ما حطينا اللحمه بالصينيه، هلا لازم نفردها هيك على كل الصينيه ونتاكد انه كلياتها بمستوى واحد، ما تكون القرنه سميكه والقرنه منخفضه، لا يكون مستوى واحد، تمام. يلا شايفين شلون؟ وهلا هيك بعد ما فردنا الصينيه بارض الطنجره صارت كلياتها مستوى واحد. هلا لسه بدنا نعمل لها شغله، واللي هي انه بدنا نبعدها عن الحواف. هلا اذا بتشوفوا هون لازقه بالحفه لازق، تمام. فنحن بدنا نبعدها شلون؟ عن طريق انه نحط اصابعنا هيك بين الحف واللحمه، بين مثلا الحرف هذا واللحمه، ونحاول نبعدها شوي، نعمل لها هيك بحيث يصير انه في فاصل بين جدار الصينيه واللحمه. نجيب هيك بكل بساطه وبنعمل هيك، تمام. شايفين شلون صار في فرق بين اللحمه والجدار الصينيه بهالطريقه هي، وبنعمل كل الصينيه. شايفين شلون بهالشكل هذا، شايفين شلون صار في فرق بين الصينيه واللحمه، بين جدار الصينيه واللحمه، شايفين فرق. وهلا بعد منها بدنا نصنع هيك ثقوب بقلب اللحمه، تمام، يعني بحيث بهالشكل. كمان بنجيب اصابعنا بهالطريقه هي وبنغرز اصابعنا بقلب اللحم بحيث انه نشكل فتحات هيك بهالطريقه، بهالشكل هذا، شايفين شلون هيك. وهلا بعد ما هيك عملنا فيها هالفتحات هي، هلا بنرجع بنرصها على بعض، بنعيد هالطريقه هي بحيث انه يكون كله تمام، نرجع نشيك عليها هيك كله تمام.
هلا هيك عندي صارت اللحمه الصينيه جاهزه لنحطها بالفرن. بس قبل ما نحطها بالفرن طبعا قلنا انه بدنا نحط شرائح البندوره مشان نعطي زينه للشو اسمه للهي. نحطها بهالطريقه وبس. هيك صارت معنا الصينيه جاهزه. سبحان الذي خلقها. شوفوا هالمنظر ما احلى. بدنا نحطها بالفرن تقريبا شغله ساعه كامله وعلى درجه حراره 180. وطبعا التنويه لازم نحطها بنص الفرن، يعني لا من فوق من فوق ولا من تحت تحت، بالنص. تمام تمام، على درجه حراره 180 مده ساعه كامله. وهلا بعد نص ساعه رح افتح الفرن وشق عليها نشوف شو صار معها. يا ويلي يا ريت كله هون تشموا الريحه هي. والله هي شيء خيالي. شايفين؟ يعني ها قربت تستوي. هي على بعض شوي شوال. شيء خرافي معلم. رح اتركها كمان شغله ربع ساعة أو ثلث ساعة وبشوفكم بمرحلة التقديم. خليها هلا شوي هيك جوا وهلا بشوفكم بمرحلة التقديم. سلام. صرنا تقريبا قريب الساعة تقريبا بالفرن. هلا رح نشيك على الصينية. يا ويلي شوف هيك هيك صارت جاهزة. شايفين شلون الدهن؟ يا ويلي على الدهن. طبعا مشان ما نحن نمل اثناء الطبخ هيك ونقعد نصفهم بالحيطان، فبكل بساطة بنقدر نحكي مع عارفين على التليفون. مرحبا حماد. اهلين. الله يحييه. فبنتسلى مع محمد. تمام. وهو رفيقي هذا من ايام الطفولة. طبعا تسلينا كثير وحكيت له كل الطبخة شلون تطبخ وكذا وهالامور هي. شو رايك محمد بالطبخة؟ لا شي ناهي شي ناهي شي ناهي. والله والله ما تسلينا؟ اكيد طبعا. شي ناهي ناهي. ما بتحس بالوقت هيك لما مثلا يكون انت بدك تطبخ فانت اكيد لحم يعني انه شلون رح تمل او كذا، فجيب لك تسلاي معلم، مثلا اتصل برفيقك خليه يقعدوا يحكوا. تمام. تتسلوا مع بعض وبيمرق الوقت بسرعه، صح؟ ما بتحس صح؟ احلى ابو حميد معلم. ايه واخيرا مثل ما كنتم شايفين هي النتيجه. والله شيء ناهي فاخر على الاخر. طبعا هون عندنا بطاطا مقليه، هون عندنا مايونيز. هلا بالعالم بيقدر الواحد ياكل لبن بيقدر ياكل مايونيز كله اللي بدكم اياه، بس اليوم نحن ناكل مايونيز. هون صحن السلطه وهي هي. كما جرت العادة لازم نقطعها وندوق عينة بسيطة انا وحمزة. نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز؟ تفضل ابو حميز شرب. اكيد بدها عصرة ليمونة مشان تطلع اترك على جنب. ولي على بعضي. شو هاد؟ شو هاد لك ابو حميز؟ شو هاد؟ يا ويلي هذا ناولنا. سلمون. والله شطت ريالتي. واحد اثنين ثلاثة. يا ويلي. قولي قولي. والله شيء ناحي. فكرة ما بتوقع هاي تطلع طيب. ها؟ اه طيب كثير. جد شيء طيب كثير وكل شيء بحاله. كل شيء محلو كالعادة. ها؟ كالعادة. يلا. هذا كان فيديو اليوم، جربوا الوصفة وخبروني تحت بالكومنتات شو رأيكم فيها، وطبعا لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا بالقناة، أهم شيء اشتراك بالقناة، بنشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سلام. سلام عليكم.